المطلوب من رؤساء البلديات تحديدا في هذه المرحلة الحساسة، يعني بالتأكيد هي من أدق وأهم المراحل التي نعيشها كشعب فلسطيني، ودعوني أبدأ للإشارة بشكل واضح حول أهمية المرحلة التي نعيشها. أبدأ بتصريحات الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي، وعلى لسان بعض الساسة الإسرائيليون، يقولون بأن الرئيس أبو مازن في هذه المرحلة يشن حرب هي من أخطر الحروب التي عاشتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين أو مع الدول العربية. حقيقة هي خطوة مهمة من قبل القيادة الفلسطينية على طريق تحقيق الاستقلال. بعض التساؤلات تخطر في بال وذهن البعض منا، والبعض منا بصفتنا مسؤولين، كنا رؤساء بلديات، مدراء مدارس، مديري بعض المؤسسات الحكومية، ممثلين للمجتمع المدني، نسأل من الشارع الفلسطيني لماذا هذه الخطوة، وما هو استحقاق أيلول، ولماذا اخترنا هذا المسلك وهذا المسار. دعوة من قبل مديرية الحكم المحلي وعطوفة محافظ محافظة طول كريم وبلدية طول كريم أيضا لجميع أخواننا رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظة لتأكيد وتوفير ونحن للتعبير عن دعمنا المطلق حقيقة لتوجهات سيادة الرئيس والدولة الفلسطينية إن شاء الله مستقبلا في لدى الأمم المتحدة. نحن خلف هذا القرار وخلف قيادتنا السياسية بالمطلق، سواء كنا هيئات محلية ومجالسها أو كنا عاملين في هذه الهيئات المحلية، وسوف نقوم بكل ما هو مطلوب منا نحو هذا التوجه بما يدعم الدعم الكامل ويوفر الصورة المطلوبة من قبل هذه الهيئات المحلية وموظفيها وعامليها لهذا المطلب الحق إن شاء الله.